خلينا نروح لكابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم المصري مكسب بطولة افريقيا خارج مصر غير داخل مصر غير جوه تونس، شفتها ازاي بتاريخك الكبير وبطولات افريقيا اللي انت لعبتها؟ اكيد طبعا بطولة مختلفة تماما عن اللي احنا لعبناها، لعبت تقريبا 6 بطولات. البطولة دي فعلا مختلفة لانها في تونس، وتقريبا منتخب مصر ما حققش اي بطولة افريقيا في تونس، فدي اول مرة ما كسبناش تونس في تونس. ما كسبناش تونس في تونس اول مرة في التاريخ. كنا بنكسبها مثلا، انا كسبتها برضو قبل كده بس كانت ماتشات ودية. اول مرة تقريبا رسمي نكسب تونس. رسمية بالظبط. زائد ان هي مؤهلة للاولمبياد طبعا. الاولمبياد طبعا حاجة عظيمة جدا، كل اللعيبة بتتمنى ان هي تشارك في الاولمبياد، دي بيبقى حدث تاريخي ليها. احنا رحت برضو الاولمبياد، وكابتن هاني برضو راح، دكتور شوقي، وان شاء الله احمد عادل هيروح بإذن الله. حاجة فعلا مختلفة تماما، انت بتعيش مثلا اسعد اسبوعين في حياتك في حياة الرياضي بالظبط. فهي بتبقى بطولة مهمة جدا، فهي بطولة بيبقى ليها كذا هدف. هدفنا برضه احنا كنا نكسبها عشان كنا على راس مجموعة في كأس العالم 21 بإذن الله. دي كانت نقطة مهمة جدا، انت تخش تصنيف اول غير لما تدخل تصنيف تاني تالت، مهمة جدا. فاحنا النهاردة دخلنا تصنيف اول في بطولة العالم 2021، بما ان كمان مصر هي المنظمة في الموضوع مختلف بالظبط. ده مهم، دي نقطة مهمة جدا، لان احنا الهدف بتاعنا مش بطولة افريقيا دي ولا اولمبياد، احنا ان شاء الله عندنا هدف ان احنا في كأس العالم 21 نبذل اقصى جهد عندنا، وان شاء الله نبقى على منصه التتويج. يعني ده الهدف بتاع اللعيبه كلنا. ده انا اتمنى، وده حاجه تسعدني جدا.